الرئيس السيسي يستقبل رئيس الإمارات سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في لقاء أخوي تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع في غزة. استشهاد 19 فلسطينيا وإصابة 23 آخرين عند دوار الكويت جنوب شرقي غزة، وارتفاع حصيلة الشهداء بالقطاع إلى 32,142 شهيدا منذ بدء العدوان عليه. غارة جوية إسرائيلية على بعلبك معقل حزب الله في شرق لبنان. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة أخبار السابعة. نبدأ من مصر، حيث عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لقاء أخويا بحث خلاله سبل تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية المتميزة والأوضاع الإقليمية خاصة في قطاع غزة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة الدولي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس وضيف مصر الكبير عقدا جلسة مباحثات تناولت سبل تعزيز مسارات التعاون الثنائي المتميز بين البلدين الشقيقين. كما شهدت المباحثات استعراض مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الجهود المكثفة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات تكفي للحد من وطأة المعاناة الإنسانية الكبيرة بالقطاع. كما تم التشديد على ضرورة تفعيل حل الدولتين باعتباره سبيل تحقيق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة. وعقب انتهاء المباحثات، حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على توديع أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات من مطار القاهرة الدولي. خلال مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح، قال أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة إنه حان الوقت لوقف فوري لإطلاق النار والتزام إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. للمرة الثانية من أكتوبر الماضي يزور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش معبر رفح. الزيارة بدأت من مطار العريش، حيث التقى الأمين العام للأمم المتحدة وزير الصحة المصري ومحافظ شمال سيناء ليتم التوجه مباشرة إلى مستشفى العريش للتعرف على الحالة الصحية للمصابين الفلسطينيين، ليتوجه بعد ذلك إلى معبر رفح ويوجه نداء إنسانيا بضرورة وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات. وخلال كلمته أمام معبر رفح أشار غوتيريش إلى أنه في الوقت الذي يعاني فيه سكان قطاع غزة من المجاعة تصطف الشاحنات المحملة بالمساعدات في الجانب الآخر، لكن التعنت الإسرائيلي يمنع دخولها. العالم أجمع يرى قهر الشعب الفلسطيني من خلال تراكم شاحنات المساعدات في معبر رفح ومنع دخولها من قبل إسرائيل،
وأي تطورات في الأوضاع ستؤدي لمزيد من التدهور في الأوضاع للمدنيين من الشعب الفلسطيني وللأسرى ولكل شعوب المنطقة. ونحن نتطلع لمواصلة العمل مع مصر والاستمرار في دخول المساعدات لقطاع غزة، ونثمن الدور المصري في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني. وفي تصريحات صحفية قبيل مغادرته مطار العريش، قال غوتيريش إن العالم بأسره يرفض العملية العسكرية في رفح الفلسطينية، كما أنه يرفض التهجير القسري للفلسطينيين. وأعرب غوتيريش عن تطلعه للعمل مع مصر لاستمرار إنفاذ المساعدات، مشيدا بالدعم المصري للشعب الفلسطيني. زيارة هامة، وتأتي في توقيت حساس لأكبر مسؤول أممي، وفي توقيت يعاني فيه قطاع غزة من أكبر أزمة إنسانية تهدد نحو مليوني شخص. من أمام معبر رفح، أشرف مبارك، النيل للأخبار. كثفت القوات الجوية المصرية بالتعاون مع القوات الجوية الأردنية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة تنفيذ الإسقاط الجوي للمساعدات الغذائية العاجلة شمالي قطاع غزة، في ظل الأزمة التي يعاني منها الأشقاء الفلسطينيون بالقطاع من نقص في كافة الاحتياجات الإنسانية. كثفت القوات الجوية المصرية بالتعاون مع نظيراتها من المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة ضمن التحالف الدولي على مدار أيام شهر رمضان المبارك تنفيذ الطلعات الجوية وأعمال الإسقاط الجوي لكميات كبيرة من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة شمال قطاع غزة، وذلك في ظل الأزمة التي يعاني منها الأشقاء الفلسطينيون بالقطاع من نقص في كافة الاحتياجات الإنسانية. في سياق متصل، أقلعت عدد من طائرات النقل العسكرية على مدار يومي 22 و23 من شهر مارس الجاري من مطار العريش ضمن الجسر الجوي المصري والإماراتي لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات على المناطق التي يصعب وصول المساعدات إليها برا بقطاع غزة. جدد وزير الخارجية سامح شكري تحذير مصر من استمرار تأزم الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة ورفضها القاطع لأي سيناريوهات تستهدف التهجير القسري لسكان غزة. جاء ذلك خلال استقبال شكري وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالكريشنان، وخلال جلسة المباحثات بينهما بحث الجانبان أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة. كما بحث الوزيران سبل دفع جهود التهدئة وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار في القطاع والكارثة الإنسانية التي يعيشها أهالي غزة. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى ما لا يقل عن 32,142 شهيدا و74,412 جريحا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي. مجازر متواصلة يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث أعلن المكتب الإعلامي التابع لحركة حماس ارتكاب جيش الاحتلال مجزرة جديدة استشهد خلالها 19 شخصا وأصيب 23 مدنيا خلال انتظار آلاف المواطنين مساعدات عند دوار الكويت بجنوب شرق مدينة غزة.
وفي محيط المستشفى الرئيسي في قطاع غزة مجمع الشفاء الطبي يتواصل العدوان، حيث استشهد عدد كبير من المدنيين خلال مداهمات جيش الاحتلال المستمرة. وقال الجناحان المسلحان لحركتي المقاومة الإسلامية حماس والجهاد الإسلامي إن مقاتلين منهما يخوضون معارك مع القوات الإسرائيلية في محيط مجمع الشفاء الطبي. كتائب القسام قالت إنها استهدفت ناقلة جند وثلاث دبابات إسرائيلية وأوقعت عددا من الجنود الإسرائيليين قتلى وجرحى في جنوب مجمع الشفاء بغزة. بدورها قالت وزارة الصحة في القطاع إن 5 من المصابين الفلسطينيين المحاصرين داخل مستشفى الشفاء توفوا بسبب حرمانهم من الرعاية والماء والغذاء خلال الأيام الستة الماضية، مشيرة إلى أن حالة مصابين آخرين تتدهور بشدة. قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرت أيضا عشرات المنازل والشقق السكنية في شوارع محيطة بالمستشفى وجرفت الطرق، كما ضربت الدبابات الإسرائيلية عدة مبان في مستشفى الشفاء وأضرمت النار في قسم للجراحة، واحتجزت حوالي 240 مريضا ومرافقيهم، هذا بالإضافة لعشرات العاملين في مجال الرعاية الصحية. أصيب 3 أشخاص بجروح جراء غارات إسرائيلية استهدفت منطقة بعلبك معقل حزب الله شرقي لبنان. وأطلق الطيران الإسرائيلي 5 صواريخ على مبنى سكني من طابقين في بلدة العسيرة في بعلبك. للمرة الرابعة منذ بداية الحرب في قطاع غزة وتواصل القصف المتبادل ما بين إسرائيل وحزب الله على الحدود اللبنانية، هاجم جيش الاحتلال أهدافا في بعلبك شرقي لبنان. وأفادت وسائل إعلام أن الطيران الإسرائيلي أطلق 5 صواريخ على مبنى سكني مكون من طابقين في بلدة العسيرة في محيط مدينة بعلبك، وأن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان القصف الذي أدى إلى سقوط ضحايا. في السياق ذاته أفادت وسائل إعلام تابعة لحزب الله اللبناني أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت مناطق في كفر شوبة جنوب لبنان. وفي المقابل أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى إطلاق نحو 50 قذيفة من لبنان على هضبة الجولان، تم اعتراض عدد منها، كما دوت صافرات إنذار في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من حدود لبنان. واستشهد أكثر من 320 شخصا في لبنان، بينهم عناصر في حزب الله وعشرات المدنيين، بينما تم تدمير نحو 1000 منزل بشكل كامل وتضرر نحو 10,000 منزل بشكل جزئي نتيجة الغارات الإسرائيلية منذ 7 من شهر أكتوبر الماضي. كما أدى القصف المتبادل إلى نزوح آلاف الأشخاص على جانبي الحدود. قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن قواتها اشتبكت مع 6 طائرات مسيرة للحوثيين فوق جنوب البحر الأحمر، وأن 5 طائرات منها سقطت في البحر وحلقت 6 إلى داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن. في أحداث هجوم من نوعه في البحر الأحمر أصيبت سفينة بمقذوف مجهول المصدر، ما أدى إلى اشتعال نيران على متنها. وقع الهجوم على بعد 23 ميلا بحريا غربي مدينة المخا اليمنية، بحسب ما ذكرته هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. وأضافت الهيئة في مذكرة لها أن طاقم سفينة نجح في إخماد الحريق الناتج عن المقذوف، وتلقت الهيئة إشعارا بسلامة السفينة وطاقمها. وتضمنت المذكرة أن سفينة تواصل طريقها إلى محطتها التالية بسلام على الرغم من الهجوم. ولم تقدم الهيئة مزيدا من المعلومات عن اسم السفينة أو منشاها. وتثير هجمات الحوثيين مخاوف من اتساع نطاق الحرب، ما يؤدي لزعزعة استقرار الشرق الأوسط. ويقول الحوثيون إن هجماتهم تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في غزة، وإن هذه الهجمات لن تتوقف حتى تنهي إسرائيل اعتداءاتها وتنسحب من قطاع غزة. وردا على ذلك، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن وأعادت تصنيف الحركة منظمة إرهابية.
قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا نفذت هجوما جويا على العاصمة كييف في وقت مبكر اليوم، وأن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية شاركت في صد الهجوم. وقال رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو إن الانفجارات دوت في العاصمة بعد أن قالت الإدارة العسكرية في المنطقة إن أنظمة الدفاع الجوي شاركت في صد الهجوم. يأتي ذلك فيما قالت روسيا إنها اعتقلت جميع المسلحين الأربعة والمشتبه بتنفيذهم الهجوم على قاعة الحفلات قرب موسكو. تحرك سريع ورد فعل عاجل على هجوم مروع. روسيا أعلنت أنها اعتقلت المسلحين الأربعة المشتبه بتنفيذهم هجوم قاعة الحفلات بالعاصمة موسكو، في الوقت الذي توعد الرئيس فلاديمير بوتين بتعقب الجناه ومعاقبتهم، وأشار إلى أن جميع الجناه سواء المنظمين أو من أمروا بارتكاب الجريمة سيعاقبون بشكل عاجل أيا كانوا وأيا كان من يوجههم. ومع أن تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن الهجوم، فإن روسيا وجهت أصابع الاتهام إلى أوكرانيا وتتعقب أي دليل قد يقودها إلى ذلك، رغم نفي كييف القاطع بعدم وجود أي دور لها في الحادث. وهذا ما ظهر جليا في خطاب بوتين الذي أكد فيه أن من تم اعتقالهم على خلفية الحادث بينهم أربعة مسلحين حاولوا الاختباء والتوجه صوب أوكرانيا، حيث كانت ثمة نافذة مجهزة لهم على الجانب الأوكراني لعبور حدود الدولة. وعزز رواية بوتين ما ذكره جهاز الأمن الاتحادي الروسي من أن المسلحين اعتقلوا أثناء توجههم إلى الحدود الأوكرانية وأنهم على صلة بأشخاص في كييف. وعلى الرغم من ذلك لم يقدم بوتين أو جهاز الأمن أي أدلة على وجود صلة لأوكرانيا التي تخوض روسيا حربا معها منذ أكثر من عامين، ليظل ما ذكراه مجرد شكوك ولتبقى دائرة الاشتباه في مرتكب الحادث أكثر تعقيدا. ساعد على ذلك تصريحات المتحدث باسم المخابرات العسكرية الأوكرانية الذي أكد أن كييف لم تشارك في الهجوم الذي وصفه بالإرهابي، مشددا أن بلاده تدافع عن سيادتها أمام من وصفهم بالغزاة الروس لتحرير أراضيها وتقاتل الجيش الروسي وأهدافه العسكرية وليس المدنيين. وبذلك تصبح تصريحات تنظيم داعش بتبني تنفيذ الهجوم الأقرب إلى الواقع والجديرة بالتصديق في رأي المراقبين لعدة أسباب، من بينها الانتقام من موسكو لدورها في سوريا ولتطابق الحادث مع نسق هجمات سابقة للتنظيم. عودة للشأن المحلي، حيث نظمت وزارة الداخلية بمناسبة عيد الأم احتفالية للنازلات بمراكز الإصلاح والتأهيل بمشاركة وفد من المجالس القومية المعنية بحقوق الإنسان والمرأة والطفولة والأمومة ومنظمات المجتمع المدني. إعلاء لقيم حقوق الإنسان في السياسة العقابية الحديثة والتي تحرص من خلالها وزارة الداخلية على إحياء المناسبات ذات الطابع الاجتماعي، أقام قطاع الحماية المجتمعية احتفالية لنزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الأم بحضور ممثلين عن مجالس حقوق الإنسان والقوم للمرأة والطفولة والأمومة. الاحتفالية تضمنت فقرات موسيقية متنوعة أبرزت مواهب النزلاء الفنية والتي تحرص وزارة الداخلية على إصقالها من خلال خبراء ومختصين في إطار برامج الإصلاح والتأهيل التي يتم تنفيذها داخل مراكز الإصلاح والتأهيل لتقويم سلوكيات النزلاء وإعدادهم للاندماج في المجتمع. رئيس عبد الفتاح السيسي قال احترام حقوق من يقضي عقوبة ولا نعاقبه مرتين، يكفي أنه بيقضي عقوبة ولكن يعامل بما يعزز إحساسه بالكرامة، وده الحقيقة استثمار في البشر، لأنه اللي أخطأ مرة أنا مش عايزاه يخطئ تاني،
فلازم أأهله وأصلح الخلل اللي أدى أنه يخالف القانون وأساعده أنه هو يبدأ حياة كريمة جديدة. بتفتحوا الأبواب علشان الأسر تيجي وتحتفل مع أمهاتهم، فالحقيقة شكر موصول. ده تأكيد أن احنا بننفذ، أن الدولة المصرية والقيادة السياسية حريصة أن هي تنفذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فإحنا النهاردة بنتفرج عليها، بنتفرج على فاعلية بتؤكد على حرص الدولة على تنفيذها، والشكر طبعا موصول لوزارة الداخلية. وزارة الداخلية اللي بنقدم لها الحقيقة كل شكر والتقدير على كل ما بتبذله من جهد لإعادة وتأهيل المرأة التي تؤدي فترة من العقوبة حتى تعود مرة أخرى مؤهلة نفسيا واجتماعيا، ويكون أيضا لها يعني قدر من التأهيل الذي يساعدها على شؤون حياتها فيما بعد. إشادة كبيرة من ممثلي المجالس النوعية بهذه الاحتفالية التي تعكس التطبيق الفعلي للمعايير الإنسانية في السياسة العقابية الحديثة التي شهدت طفرة كبيرة مع إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمرافقها المتنوعة، والتي تمثل بيئة إصلاحية متكاملة لبناء إنسان جديد. شايفين بكل تأكيد الخدمات التي يتم تقديمها لهذه الفئة الهامة أعتقد ستسهم بشكل كبير أن يتم إصلاحهم من أجل أن يعودوا مرة أخرى مواطنين صالحين في هذا المجتمع، في ظل منشآت ورعاية طبية ورعاية صحية ورعاية اجتماعية كاملة طليق بجمهورية زي الجمهورية الجديدة. رعاية جيدة جدا تقدم لهؤلاء النازلات وأطفال هؤلاء النازلات. يعني احنا سألنا الأطفال بيقعدوا قد ايه، قالوا لغاية 4 سنوات، فهذا شيء جميل جدا لأنه كان 2 سنين ثم أصبح هناك تطور 4 سنوات. أنا بحيي وزارة الداخلية جدا إنها فعلا قدرت تحول هذه المراكز إلى مراكز لتنمية ودعم النزلاء والنازلات ببرامج بتخرج من داخلهم كل ما هو جميل. وانطلاقا من البعد الإنساني في السياسة العقابية، تم توزيع هدايا على الأمهات المتميزات من النازلات وكذا الأمهات الحاضنات داخل هذه المراكز، والتي يتوفر لهن ولأطفالهن رعاية صحية ومعيشية لائقة من عنابر خاصة بهن وحضانات لقضاء أوقات مع أطفالهن. منظومة العقابية كلها اتغيرت، كلها أدمية وإنسانية وحاجة جميلة جدا، نقلة حضارية تانية خالص. احنا فرحانين النهاردة بالتكريم بتاع عيد الأم وبيسلمونا هدايا، وبصراحة مهتمين بينا في رعاية خاصة لينا واللي معاهم أطفال. يعني الحضانة لها معاملة خاصة تانية خالص. كانت نقلة كبيرة جدا لينا، اتعاملنا فيها بالأدمية، اتعاملنا فيها فعلا بروح القانون، ان احنا بنشكرهم جدا وبنوجه كل الشكر طبعا لفخامة الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي. هذه الاحتفالات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل هي إحدى أدوات الرؤية الإصلاحية المتكاملة التي تتبناها وزارة الداخلية لإعادة دمج النزلاء في المجتمع عقب الإفراج عنهم، كما تأتي تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. يظل إحياء المناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل أحد أهم أدوات السياسة العقابية الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية، والتي تراعي المعايير الدولية والوطنية لحقوق الإنسان وتسهم في تأهيل النزلاء وسرعة دمجهم في المجتمع لبداية حياة جديدة. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي حفل إفطار جماعي لألف أسرة مصرية تحت شعار أصحاب البيت. يعد هذا الإفطار هو الثالث لأسر من قرى وفي محافظات مصر المختلفة بحضور عدد من الفنانين واللاعبين وقيادات العمل الأهلي التنموي. بحضور 1000 أسرة مصرية من كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة من معظم قرى مصر، نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي النسخة الثالثة من حفل إفطار جماعي للأسر المصرية بحضور عدد من نجوم الفن والرياضة والعمل الأهلي. احنا عايزين نجعل اليوم يكون جميل، وبندعو فيه الأسر المستفيدة عندنا ان هي تحس بان هي قاعدة بروح التعاون والمشاركة، وان احنا بنخدم عليهم، وان احنا بندعوهم للفطار عندنا هنا في الايفنت ده. يمكن دي النسخة الثالثة منه. اصعب حاجة فكرة ان احنا نوصل للألف أسرة،
احنا عندنا جيش متطوعين، هم كل حد بنقسمها محافظات لمناطق، وكل مجموعه متطوعين هم المسؤولين عن الاسر، وبداوا ينزلوا يستكشفوهم ونبدا نجمعهم بقى عن طريق الاماكن والمحافظات لحد ما نتجمع كلنا في حوار الالف. انا دايما بدعم الجمعيات اللي هي بتقوم بواجبها ناحيه الناس المحتاجه، وبعدين انا شايفه ما شاء الله ابطال زي ما هم بيقولوا، ابطال حلوين وسيدات ما استسلموش. انا بحب السيده لسه زي ما الكلمه اللي انا قلتها، انا بحب السيده اللي ما بتستسلمش القويه. ببقى مبسوطه جدا ان احنا بنقدر نخليهم يتبسطوا، بنقدر نخليهم يحسوا ان هم حققوا ولو جزء من احلامهم. فالحمد لله يعني على المشاركه، ومش هبطل اشارك، انا دايما ان شاء الله هبقى معاهم. قصص كفاح وعطاء رواها اصحابها عن مشوار حياتهم، وخلال حفل الافطار جاء موعد التكريم والاعلان عنهم. كان في ابلكيشن على الفيسبوك محاربات الكانسر، فانا مليته واتفاجئت بتليفون امبارح اني تعالي في افطار جماعي، وانا حبيت تاني اغير جو او ابقى اكون موجوده يعني، بس اتفاجئت واليوم كان حلو جدا بصراحه، انبسطت. قصتي دي ملايين القصص اللي في مصر والعالم، ام بتحاول تربي يعني تقوم بالمسؤوليه مسؤوليتها كأم زائد الشغل بتاعها، بس والله يعني قابلت في حياتي يعني صعوبات كتيرة جدا، ربنا الحمد لله عداها على خير، وحاولت ان انا اكون في يعني كتيتشر يعني اكون محبوبة وادي رسالتي على اكمل وجه. وعقب الافطار كان الموعد مع حفل فني للتنورة وسحب عيني على رحلتي عمرة لكبار السن من الاسر الاكثر احتياجا. رسالة بعث بها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في رسم البهجة والسرور والسعادة على وجوه 1000 أسرة مصرية خلال حفله السنوي للإفطار الجماعي. من داخل حفل الإفطار، عبد الحميد صقر، هنيل الأخبار. وفي ختام نشرتنا هذه تذكرة بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يستقبل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في لقاء أخوي تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع في غزة. استشهاد 19 فلسطينيا وإصابة 23 آخرين عند دوار الكويت جنوب شرقي غزة، وارتفاع حصيلة الشهداء بالقطاع إلى 32,142 شهيدا منذ بدء العدوان عليه. غارة جوية إسرائيلية على بعلبك معقل حزب الله في شرق لبنان. وبختام عناوين الأخبار مشاهدينا الكرام، نصل إلى ختام نشرتنا الإخبارية. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الإنترنت nile.eg. شكرا لكم وإلى اللقاء.